إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين. وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه لا محالة راجعون. أيها المؤمنون، إن المسلم يحتاج إلى الرقية دائما، يحتاج إليها في تعويذ نفسها وتعويذ أحبابها صغارا أو كبارا، ويحتاج إلى الرقية إذا مرض أو مرض قريب. ففي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجلها فقال عنده سبع مرار، أي سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول ذلك سبع مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عفاه الله من ذلك المرض. ومن الرقية أيضا أن الإنسان إذا وجد ألما في جسدها فإنه يرقيها، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: إن بي وجع قد كاد يهلكني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرتها من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان رضي الله عنها: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وأيضا من الرقية رقية جبريل المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا محمد، اشتكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فالرقية أصلها أدعية وقراءة للقرآن ونفس على المريض، ويكون فيه استعاذة واستعاذة بالله عز وجل. ولهذا صارت الرقى على قسمين: رقى يستعاذ فيها ويستعاذ بالله عز وجل، فهي رقى مشروعة، وفيه رقى يستعاذ فيها ويستعاذ بغير الله عز وجل، وهي رقى ممنوعة. وللأسف فالرقى اختلط فيها المشروع بالممنوع، اختلطت فيها الرقى الشرعية بالرقى البدعية، بل حتى بالرقى الشركية والعياذ بالله. فالواجب عليك أيها المسلم ألا تستعمل من الرقى إلا ما علمت يقينا أنه مشروع، فلا تغامر ولا تقامر بدينك. ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنها قال رضي الله عنها: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن فيه شركا، أو لا ما لم يكن شركا. ولهذا فالعلماء قالوا: تجوز الرقية بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله تعالى وصفاتها، يعني أن يستعين المرء ويستعيذ فيها بالله عز وجل متوسلا بأسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. ثانيا أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه إن كان بغير اللغة العربية. والثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن هذه الرقية هي سبب من الأسباب، ونفع الأسباب إنما هو بإذن الله عز وجل، قد تنفع وقد لا تنفع، وذلك بإذن الله عز وجل. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرقى التي تكون فيها أسماء مجهولة، فقال رضي الله عنها: وما يدريك لعلها كفر. وهؤلاء الذين يقول الناس بالقرآن وبالأدعية النبوية هؤلاء محسنون، لكن جملة من يرقي الناس على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يرقيهم وهو عالم بأمر الله، عالم بشرعه، عالم بمزالق الرقية وما تعود إليه الرقية سواء من خير أو شر. الصنف الثاني صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تعود إليه الرقية. الصنف الثالث المشعوذون وغيرهم الذين يتبعون أساليب المشعوذين في القراءة وفي الرقية، يظهر أن قراءته بالقرآن والأدعية وهو في الحقيقة يستخدم طرقا غير شرعية. ففي هذا الزمان تجد الشاب عهده بالفسق والفجور قريبا، فما تراه بعد سنة إلا وقد أصبح من الرقاة المشهورين، والناس إليه أسراب إثر أسراب يطلبون رقيتها، والتوبة تجب ما قبلها، لكن الرقية تحتاج إلى العلم والسنة لا إلى التوبة فقط. فالذي يرقي يجب أن تكون فيه خصال، ويستحب أن تكون فيه خصال أخرى. فمن الخصال الواجبة: الخصلة الأولى أن يكون مخلصا لله تعالى بعمله وأقواله وليس من أهل الشرك. وإذا رقى أحدا فليخلص الاستعانة والاستغاثة بالله عز وجل دفاع بهذه الرقية. الخصلة الثانية أن يكون الراقي ذا علم بالرقية المشروعة، فيفرق بين الرقية المشروعة والرقية الممنوعة، وأيضا يعرف مزالق الرقية، وسوف نتحدث عليها في آخر الخطبة إن شاء الله. الخصلة الثالثة أن يعلق المرء بالله عز وجل، يعني يعلق الذي يقيها بالله عز وجل، لا يعلق المرء بنفسها ويحدثه بأحاديث عن نفسها بأنه يرقي من كذا وكذا وأنه قد شفى فلانا وفلانا، فيقول لها: أنا شفيت من مرضي كذا وكذا، فيعظم نفسه عند من يقرأ بها ولا يعلقه بالله سبحانه وتعالى. الخصلة الرابعة أن يكون متجزها من موارد الزلل والفتنة، خاصة في رقية النساء. الخصلة الخامسة أن يقصد الراقي في نفع إخوانه ولو أخذ جعلة، وهي خصلة مستحبة، وهذا دل عليه حديث جابر رضي الله عنها أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، أفي العقرب رقية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. واسمعوا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله،
نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فهي وصية ربكم للأولين والآخرين. عباد الله، إن للمرقين مخالفات يجب الحذر منها. أولها وأعظمها أن يتخذ المرقي الرقية حرفة يتفرغ لها تفرغا كاملا، كما يتفرغ الطبيب للتطبيب، فهو ليس من هدي السلف وأنتج كثيرا من المفاسد، حتى صار بعض الرقاة يجلسون في غرف والمرضى في غرف أخرى، ويرقونه بالميكروفونات، ويرشون عليهم الماء جماعات. وأيضا من المخالفات المنتشرة عند الرقاة الاستعانة بالجن، ومن أوجه ذلك سؤال الجن عند تلبسهم بالإنس، فيقول لها: من سحر هذا؟ ومن أمرك بالدخول؟ وغيرها. فالواجب هو ترك الاستعانة بالجن وسؤاله عن مثل هذا، لأن هذه وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، وأقل ذلك الوقيعة والتحريش بين الناس، فأنت لا تعلم حال الجن، ولعله من أكذب الخلق. ومن المخالفة أيضا التأكل بالرقية، فأصبحت هناك رقية عادية ثمنها كذا، ورقية مركزة ثمنها كذا، ورقية ملكية ثمنها بالملايين، ورقية بالطاقة والعياذ بالله بأسعار مختلفة وأخرى جنونية، بل ومياه مرقية وزيوت مرقية وأدوية بأسعار خيالية، بل بأسعار شيطانية. فالواجب على الجميع أن يتعلم وأن يحذر من وسائل الشرك، وأن يحرص على السنة وما جاء فيها من إرشاد وبيان. فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا خير إلا دلنا عليها، ولا شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الوقاية خير من العلاج، فيجب أن نعرف أن انتشار هذه الأمراض له أسباب، وسببه الشياطين التي خيمت في كثير من البيوت. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، يعني تواعد أن يلتقي صلى الله عليه وسلم، فلم يأته جبريل، فلقاه خارجا، فقال له جبريل عليه السلام: إن لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. فملائكة الرحمة إذا كانت في البيوت سورا أو كلابا فإنها لا تدخل، وإذا لم تدخل ملائكة الرحمة فإن الشياطين تعشش في البيوت. فانظر إلى ما شاع في الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتهم وتعليق الصور على الجدران. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا، وصلاحا في أزواجنا، وصلاحا في أولادنا، وصلاحا في والدينا، وصلاحا في علمائنا، وصلاحا في ولاتنا، أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما،
وادفع عنا الزلازل والمحنة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا برحمتك عذاب الجحيم، واجعل منازلنا ووالدينا وجميع المسلمين في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.